بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم، كيف الحال؟ شو الأخبار؟ عملت محاضرة قبل الأسبوع هذا مع شركة، فعدلت عليها وظبطت عليها لأنه فيها تمارين حلوة. فاليوم راح نحكي عن بناء الهوية الرقمية، اللي هو الترويج الذاتي على منصات التواصل الاجتماعي. وزي ما احنا عارفين هذا الإشي مهم جدا، لأنه احنا بنقضي الوقت نفس الوقت، يعني كلياتنا تقريبا نفس معدل الأوقات اللي نقضيها على السوشيال ميديا، بس في ناس بقضوها بشكل واعي وعندهم هدف وبيحاولوا إنه يروجوا لذاتهم بطريقة صحيحة، وفي ناس بس استهلاك وتصفح لا واعي. فإحنا حابين نكون إن شاء الله من الفريق الأول، وهلأ نبدأ بمشاركة البرزنتيشن. يلا حدا حكى شيء؟ لا. طيب بسم الله. اوكي نبدا. بحكي لك تيري: اذا لم تسرد قصتك بنفسك سيقوم الاخرين بذلك. فاذا انت مش متواجد رقميا، تحكي عن حالك وبتحكي عن قصتك وبتحكي عن المنتج تبعك او الخدمات، معناته حدا تاني راح يحكي عنك. فليش تعطي زمام الأمور لشخص آخر ليتكلم بالنيابة عنك؟ لازم أنت تكون الشخص اللي بتحكي قصتك. فإيش هو تعريف بناء الهوية الرقمية؟ هو الوصول لمرتبة خبير في مجال معين من خلال القيمة المضافة التي تمتاز بها عن غيرك والتي تستطيع تقديمها باستمرار. فهو أنا ما باجي على هاي المنصات الاجتماعية وبحكي عن حالي، لا، هو لازم أنا أقدم فائدة في مجال عملي. فبناء الهوية الرقمية اللي هو تقريباً أني أنا عم ببني السمعة من خلال المحتوى اللي أنا بقدمه، من خلال الفائدة اللي أنا بقدمها. وهذا بيعطيني شغلة اسمها قيادة فكر في مجال متخصص. فإذا بضلني أقدم هذه المحتوى القيم في مجال متخصص كتير، معناته رح أبني سمعة إنه أي شخص بده عنده سؤال أو أي شخص بده مساعدة وبيجي على صفحتي وبيلاقي الجواب وبيلاقي المساعدة، بصير هم يوصوا الآخرين من حلقتهم الاجتماعية للصفحة تبعتي أو للشخص. طيب العالم الواقعي، إحنا مولودين بكل واحد مولود بمكان ومحصور في الحلقة الاجتماعية اللي هو مولود فيها. فمثلا الأهل والأصدقاء والزملاء والجيران، هاي الحلقة الاجتماعية. إذا حابب إنه يتواصل مع صاحب قرار، يمكن يكون صعب إذا مش متواجد داخل الحلقة الاجتماعية تبعته. طيب فإذا أنا، ولكن في العالم الرقمي ما في هاي الحلقات الاجتماعية وما في الحدود الاجتماعية. أنا ممكن أبني المجتمع تبعي من خلال تواجدي النشط على المنصات الاجتماعية، وممكن هذا يسوي لي زي أثر رقمي بيساعدني لما أتواصل مع صاحب قرار، لما يبحث عن اسمي بشوف المحتوى تبعي، بشوف الحساب تبعي والتفاصيل، وهذا اللي بيعطيني القيمة الرقمية أو السمعة الرقمية إنه بيرد على التواصل أو بتواصل معي. أول تمرين، أول تمرين هنا بدنا كل واحد يمسك قلم، وكل جواب إذا كان نعم بنحط نقطة، وإذا كان لا بنحطش إشي. فبدنا نشوف من 10 كل واحد كم النتيجة تبعته. فأول سؤال: هل تتواجد بشكل رسمي على مواقع التواصل الاجتماعي؟ إذا نعم حط بشكل رسمي مش شخصي، رسمي. يعني إيش؟ عندي صفحة، عندي مشروع عم بديره، هذا شكل رسمي. هل لديك حساب على منصة لينكدإن؟ هل أنت عضو في جروبات، مجموعات تصب في مجال عملك؟ هل لديك مجموع عدد متابعين على تويتر وإنستغرام ولينكدإن؟ شوفوا ليش اخترت تويتر وإنستغرام ولينكدإن، يزيد عن 1000 متابع، مجموعهم بزيد عن 1000 متابع. هل تكتب محتوى تسويقي عن نفسك أو مشروعك؟ هل تقدم محتوى تعليمي في مجال عملك؟ هل تبحث باستمرار عن فرص عبر مواقع التواصل الاجتماعي؟
هل حصلت على فرص عمل أو شراكة أو استثمار من الإنترنت؟ هل جربت إرسال رسالة تعريفية عن نفسك لعملاء محتملين؟ وآخر شيء، هل لديك معرض أعمال منتشر على الإنترنت؟ مين جاوب؟ كلنا جاوبنا مع بعض، فشو اكتبوا لي بالتشات ايش السكور، النتيجة تبعتكم، نشوف النتائج. 6 5 2 8 7 7 9 اوف 9 6 3 8. واو، نشوف السلايد اللي بعد هذه. علامة النجاح 6 وفوق. اللي جاب أقل لم ينجح. شو 10؟ ما شاء الله ما شاء الله، 9 و10 ما شاء الله. أنا بالسبنة. يلا، في غيره، في تمارين كتير غيره. بالورش اللي كنت عاملها ما حد جاب 6، كله 5 وتحت. فما شاء الله عليكم، good for you. أوكي، أنا هذا حكيت عن الموضوع، حكي عنه مرة تانية، لأن كل ما بحكي عنه تيجي معلومات جديدة أو تيجي أمثلة جديدة أو قصص جديدة. مين اللي شخبط على السكرين؟ لحظة شوي. أنا نيت وكلير أول دروينجز. أوكي، دون، بدناش خلص. أنا نيت، كيف نطلع من هنا؟ إكزت. يس، هلا بحكيكم في كتاب اسمه الميزة غير العادلة، unfair advantage. يعني في ناس انولدوا وعندهم حظ، انه مثلا مولود بمدينة كبيرة، فالمدينة الكبيرة نيويورك اذا بنقارنها بمدينة صغيرة ببلد مثلا فقير، الفرص والحظ رح يختلف، لانه الحظ حيكون اوفر في المدينة الكبيرة. في ناس انولدوا بجينات ذكاء، انولد ذكي ما شاء الله، 90% بجيب علامة كاملة دائما. في ناس انولدوا أهلهم عندهم وفرة من المال، وفي ناس انولدوا أهلهم ميسوري الحال أو حالة اجتماعية كويسة، فأهله بيعرفوا ناس مهمين بتعرف إيش، وفي ناس تخرجوا من مدارس عريقة، وهاي التخرج من المدارس العريقة بتبني لك شبكة من الأصدقاء والزملاء بمراتب عليا. فهدول الناس انولدوا وعندهم ميزة ولكنها غير عادلة، لأنه مش متساوية مع باقي أفراد الشعب. حلو، طيب إذا في ناس انولدوا هيك، طب إحنا شو نسوي؟ أحكي لك، إحنا نشتغل على موضوع الباب الثالث. أنا هلأ شغال على بوست لللينكد إن في موضوع الباب الثالث. فإيش القصة؟ بحكي لك إنه فكر بهذا السيناريو، إنك أنت طالب جامعة وهلأ في حفلة تخرج عندكم بالجامعة، فأنت رايح على حفلة التخرج، لقيت إنه صالة الألعاب مثلاً ممنوع يكون الناس اللي جوا أكثر من 1000. فشفت أنت باب في طابور طويل عريض، والناس اللي جوا 1000 ومش عم بيدخلوا الناس، وبرا برد ومطر، وأنت بتحاول إنه تفشق عن الخط، عن الدور تبعك، مش عم بيخلوك الناس، بتحاول تتصل بصاحبك يزبطك، مش عم بيخليك. فالموضوع من خلال الباب الأول شكله مطول ويمكن ما تدخل. حلو، في باب تاني اللي هو للإدارة تبعت الجامعة، لدكاترة الجامعة، ولبعض الطلاب المتفوقين. أوكي، ففي بابين، باب طويل وشاق والفرص فيه نادرة، والباب الثاني لازم تكون من أصحاب اللي عندهم ميزة غير عادلة. طيب، هاي هي الحياة. فبحكي لك هيك الحياة، احنا متخرج من الجامعة، بنقدم على عمل أو وظيفة، وبنستنى تيجينا الفرصة، يمكن تيجي يمكن ما تيجي، بنحاول ندبر حالنا، نشوف إذا في عندنا صاحبنا، عندي صديق بيشتغل بالشركة الفلانية بعطيه السيرة الذاتية تبعتي، لو سمحت وديها للإتش آر، يمكن يحاول، يمكن يرضى، يمكن ما يرضاش، يمكن يزبط، يمكن ما يزبط. الفرص ضئيلة، ولكن إذا إحنا فكرنا بالموضوع ولفينا حوالين العمارة، حوالين الصالة الموجودين فيها الناس هذولا، رح نشوف إنه في باب خلفي اللي هو الباب الثالث. فالباب الخلفي
مش سهل، وعبين ما ألاقيه لازم أدور مليح وأفكر خارج الصندوق وأشتغل على المهارات المكتسبة. لازم أبني مهارات تواصل، مهارات مكتسبة، وبعدين بحاول أروح وأضلني أدق عبين ما حدا يفتح وأقنعهم بالدخول. فممكن أنا وأنا بدق ناس من الحضور فجأة سمع أنه في حدا بدق الباب، سوى هيك فتح الباب، بيفتح بس من جوا بيفتحش من برا، شافني قلت له معلش بدي أدخل بدخلني، ممكن ما يدخلوني. فالفرص مش أكيدة ولكنها أفضل بكثير من الباب الأول. الباب الأول أنت أو أنت عم بتنافسه مئات بل ممكن آلاف من الأشخاص على نفس الفرصة. الباب الثالث ما في منافسة عالية، ولكن لازم يكون عندنا مهارات عالية نتمكننا من الدخول إلى هذه الصالة. أوكي؟ هذا هو الباب الثالث، هيك شكله إذا حد سأل. طيب، فمثلا مثال، إذا أنا بقسم المبيعات، أنا بشتغل وعندي مهارة وشغلي ودراستي بالمبيعات مثلا، أنا سيلز بيرسون، فبحكي لك إنه بندور على شركة حابب تشتغل فيها. نحكي إن أنا بشتغل بدي أشتغل بأورنج ولا بالبنك العربي ولا مش عارف إيش، وبنشوف إحنا إيش أسباب تميزهم ونجاحهم، وبحاول إني أدور على ليدز أو عملاء محتملين، وبحاول إني أشبك بحكي لهم تعرف إنه مثلا تعرف إنه أحكي لكم مثال واقعي. أنا كان عندي زيارة للبنك العربي، سامع يا حسام، وكنا نحكي موضوع مختلف تماما، وفجأة صرنا نحكي عن التطبيق تبعهم. فأنا ما عمري سمعت عن التطبيق تبع البنك يعني، ولما فرجوني إياه أنا شفت يعني كانت معظم البنوك بهذاك قبل سنتين التطبيق تبعهم شوي بدائي، بس التطبيق تبع البنك العربي جدا متقدم ورائع. فمن كتر ما حبيت التطبيق رحت فتحت حساب بالبنك عشان بس التطبيق. فنفس الشيء أنا ممكن أصير أقنع الناس اللي حوالي من دائرة اجتماعية إنه ينزلوا التطبيق أو إشي زي هيك. anyways فبحكي لكم انه هون انا ممكن اني اتواصل، او خلينا نحكي مثلا اكتشفت انه في إشي اسمه بالبنك العربي شو بسموها باكج معينه للاستثمار مثلا، بيبيعوها للناس بسن معين عشان يساعدوهم ب يدرسوا اولادهم إشي زي هيك. فأنا ممكن أدرس هذا المنتج تبع البنك العربي اللي هو الحزمة الاستثمارية مثلاً، وروح أبحث عن الناس المقربين لإلي وأشوف بتلائم أي من هدول الناس وأقنع 10، فلنحكي بدي أقنع 10 أني أبيعهم المنتج لسه ما اشتروهوش. بس إذا أقنعت 10 أنا ممكن بعدين إيش أسوي؟ أروح أبحث عن مدير المبيعات بالبنك العربي، أشوف حسابه على لينكد إن، أتواصل معه من خلال المحتوى تبعه، أبعث له رسالة أني مثلاً أعرف عن نفسي، ما أحكي أي إشي لسه، وبعد ما أنه إحنا نصير أصدقاء على اللينكدين أبعث له بعد كم يوم أنه بالمناسبة أنا درست المنتج تبعكم الفلاني عجبني كتير، ومن كتر ما أنا أعجب فيه أنا تحدثت مع 10 من أصدقائي وهم مستعدين أنهم يجوا ويشتروا هذا المنتج، فحاب اني انا اقدم لك هاي الخدمه. فانا هيك شوي بهرته ولا ابهرته مش عارف، اي كلمه ما بعرف اي واحده فيهم. فهيك انا اخذت الانتباه تبعه، هيك انا خليته يوقف شوي يفكر بالموضوع كيف ممكن يحصل على هدول الشغلات. وهذا الباب الثالث اللي ممكن انا ادخل فيه على البنك العربي. فهاي مثال حبيت احكي لكم عنه. في أمثلة تانية مثلا، بس خلينا نحكي على مثال على أرض الواقع. نينا أردنية، هي سوشيال ميديا استراتيجيست قديمة جدا من أوائل الناس اللي دخلوا في هذا المجال. فهي أنا بتذكر اشتغلنا معها بال 2010-2011، فما شاء الله عليها داخلة بهذا الموضوع من أوائل الناس. بال 2013 و2014 صارت تفكر كيف انه اجاها حلم 2013 انه تشتغل بشركه عالميه، كانت الاير بي ان بي متواجده فقط بامريكا مش متواجده برا امريكا.
فهي حبت انها تشتغل ب اير بي ان بي، هي بالاردن واير بي ان بي بامريكا، وفقط بتغطي بامريكا. شو سوت؟ راحت سوت موقع جديد، ويب سايت جديد، اسم سمته نينا فور اير بي ان بي. راحت درست عن القطاع تبع العقار والضيافه في الشرق الاوسط كله، وشافت كم غرفة يتم تأجيرها بشكل سنوي بكل مدينة كبيرة، وراحت سوت زي ما تحكي بحث كامل وإنفوغراف، وحطت هذا الموضوع كله على الموقع، وراحت اتواصلت معهم على التويتر مع الشركة ومع المؤسسين، سوت لهم إشارة، حكت لهم أنا سويت تقرير وبحث عن الفرصة المتاحة للشركة تبعتكم في الشرق الأوسط، أنا بقدر أدخلكم، أنا بشوف إن هاي الفرصة كيف أنا ممكن أجيب لكم إياها للشركة. وهذا المدخل اللي سوته هو الباب الثالث اللي وفر لها مقابلة مع الشركة العالمية. فموضوع الباب الثالث حقيقي جدا وتفكير خارج الصندوق، وبده العمل بشكل مبدع عبين ما نوصل، ولكن رح يدخلنا ويعطينا فرصة خيالية جدا، لأن احنا على أرض الواقع كان مستحيل نينا توصل للشركة هذه على أرض الواقع، ولكن بالعالم الرقمي نعم من السهل أنه توصل لهم. تمرين تاني، بس هذا التمرين صعب، هذا اسمه جوهري. جوهري اللي هو جو، هم اثنين، واحد اسمه جو واحد اسمه هاري، فسموه جو هيري. جو هيري ويندو، نافذة جوهري. هلا بحكي لك نافذة جوهري، نحن في عنا أربع أقسام. القسم الأول هو المتاح للكل، المعلومات والصفات اللي أنا بعرفها عن نفسي والناس بتعرفها عني. طيب رقم اثنين غير مرئي، المعلومات اللي الناس بتعرفها عني بس أنا ما بعرف إن هي موجودة فيها. رقم ثلاثة المخفي، المعلومات اللي الناس بتعرفها عني، لا أسف، المعلومات اللي أنا بعرفها عن نفسي بس الناس لسه ما بتعرفها عني. وأربعة المعلومات اللي أنا ما بعرفها عن نفسي ولا الناس بعرفها عني. طيب إيش هذا الكلام؟ بحكي لكم كيف نلعب هذا التمرين. بنجيب شخص قريب لإلنا، هذا التمرين بنعمله أكثر من مرة، مرتين ثلاثة، فبنجيب شخص قريب، شريك، أخ أو أخت، صديق أو صديقة. فإيش بسوي؟ نطلع على الصفات، في عندنا تقريباً 56 صفة ولا مش عارف قديش، وكل واحد فينا بنختار 10 صفات عن خالد على الأقل. فأنا بختار 10 صفات عني وبحكي لصديقي اختار 10 صفات عني أنا بقى. فما بنطلع هلا في الفترة هذه، بعد ما نخلص الاختيار بعدين بنقارن القوائم، كل واحد بيقارن القائمة تبعته، بنحط الصفات المتشابهة، أنا اخترت صفة وهو اختار صفة، فهاي الصفات المتشابهة كلها بنحطها بالخانة الأولى. هاي معناته إنه هاي الصفات أنا نجحت بالتعرف عليها موجودة عندي ونجحت بتوصيلها للناس، فلازم إني أعرفها، هاي نقطة. والنقطة الثانية إني أوصلها أو أظهرها للناس. أوكي، بعدين بنروح ل الخانة الثانية. هلأ الصفات المتبقية عند شريكي اللي هو بيعرفها عني بس أنا ما كنت بعرفها عني، بنحطها بالخانة الثانية. أوكي، وبعدين الصفات المتبقية عندي أنا بنحطها بالخانة الثالثة اللي هي الصفات اللي أنا بعرفها عن نفسي بس هم ما بيعرفوها. وآخر شيء الصفات اللي لا أنا اخترتها ولا هو اختارها بنحطها بالرابع. أوكي، طيب بعد ما نخلص بدنا نشوف أعداد الصفات بكل خانة. إذن أكبر عدد موجود هنا مثلا، خلينا نحكي إحنا اخترنا 10، في 8 منهم هون، في واحد هون وواحد هون، ممتاز الوضع إني أنا نجحت بمعرفة صفات القوة عندي ونجحت بمعرفة إظهار هذه الصفات للناس. خلينا نحكي لا، إذا كانت الثمانية موجودة هون، 7 5 6 8 موجودين هون، عدد كبير هون، معناته أنا في شغلات عن نفسي ما بعرفها ولكن الناس شايفيتها بس أنا مو شايفها،
معناته أنا ما مشيت برحلة البحث عن الذات، ما سألت حالي أسأل عشان أعرف إيش نقاط القوة. هون إيش بحكي لك النصيحة؟ إنه نصير من اليوم وطالع نطلب الفيدباك من الحلقة المقربة لإلنا. فبصير لما أنا أكون عندي هون أرقام عالية، معناته أنا مقصر في طلب الفيدباك أو آراء الأصدقاء عني أنا، عن اللي شغلات اللي بعملها، عن مشاريعي، عن أفكاري. طيب إذا كان هون الوضع الأعداد الكبيرة، معناته هون أنا في شغلات موجودة وعرفها عن نفسي، ولكن أصدقاء بعرفوش إن هاي الشغلات موجودة عندي. معناته أنا هون نجحت في معرفة صفات القوة عن نفسي، ولكن لم أنجح بتوصيلها أو إظهارها للناس. معناته لازم أصير أتعلم كيف أبين هاي الشغلات للناس. فهذا التمرين بنصحكم تعملوه مع شخص مقرب، والمحاضرة هتكون موجودة وحرفعها إن شاء الله على البلاتفورم اللي سجلتوا عليه. هلا مش حرفعها كملف ولا برفعها، بحولها بي دي اف برفعها، ولا يهمكم، تستاهلوا. بالنسبة للرابع هنا، طب هنا إيش صار؟ إذا في أعداد كبيرة معناته إيش؟ إنه لازم أستمر بمحاولة اكتشاف الشغلات الموجودة عندي. فلسه في شغلات موجودة عندي أو شغلات مهارات مكتسبة لسه ما اشتغلت عليها. يعني في شغلات يمكن مش موجودة عندي بس ممكن أشتغل عليها. طيب هنا في تمرين حلو هلا بنعمل مع بعض، إنه بدنا نعرف شو السوبر باور تبعتنا، فايش هي المهارات اللي تعلمناها على مر السنين. كل احنا مر السنين تعلمنا مهارات، فمثلا ممكن مهارة التحدث امام الجمهور، ممكن مهارة لغة جديدة، ممكن لغة برمجة. يعني ما الذي يجلب لك السعادة؟ ايش الشغلات اللي بتحب تعملها وتخليك مبسوط؟ لا ممكن كمان المتابعين، ممكن دخل المتابعين بالموضوع، ما في أي مشكلة. ما هي الفرص المتاحة لدينا؟ ماذا تحب أن تعمل بدون أي تعب؟ أنا حطوني على السوشيال ميديا ساعات طويلة ما بتعب. ما هي الخدمات المدفوعة التي تصل؟ فهو لما أنا أمشي بهذا التسلسل، المهارات الموجودة عندي، وإذا مش موجودة إيش المهارات اللي لازم أكتسبها؟ بعدين شو الشغلات اللي أنا بتخليني سعيد؟ إيش الفرص المتاحة لي في الوقت الحالي؟ إيش اللي بحب أعمل بدون ما أتعب؟ هذا كله التسلسل رح يوصلنا إيش هي الخدمة اللي ممكن أقدمها للناس ويدفعوا لي ثمنها فلوس. فهنا بدنا نعبي هذا. إيش هي المهارة؟ إيش الشغلات اللي بتخليني سعيد؟ إيش الفرص والشغف والخدمة؟ فأعطيكم مثال، هذا المثال. فمثلا ممكن تكون مهارة تصميم الجرافيكي، أنا بعرف أصمم تصميم الجرافيكي اللي بخليني، اللي بس أنا بسعدني إن أساعد الناس. أنا مصمم بس بحب أساعد الناس، بحب أساعدهم، أعمل له لوجو، أعمل له كذا، كبر اللوجو، صغر اللوجو، فحماوي معنا ولا لا. بعدين إيش الفرص المتاحة؟ الفرص المتاحة هي أنا عندي تواجد نشط على منصات التواصل الاجتماعي، وهذا سوى مجتمع ومتابعين لإلي، ممتاز. إيش الشغلات الشغف اللي بحب أعملها؟ إيش هي؟ بحث، أنا بحب أعمل ريسيرش، أبحث عن مقالات، عن مواضيع في مجال عملي. فمعناته من هذا الموضوع ممكن إحنا نتوصل إنه الخدمة اللي ممكن أقدمها للناس التعليم، أنا ممكن أعلمهم كيف يصمموا مثلا. نفس الشيء كتابة حسب قواعد محركات البحث. الإشي بيسعدني القراءة، الفرص إني أنا بتعلم تعلم إلكتروني، الشغف بحب أنا أكون منتور ومرشد لبعض المشاريع الريادية. الخدمة اللي ممكن أقدمها اللي هي كتابة محتوى تسويقي حسب محركات البحث. فنرجع، شو رأيكم نرجع؟ يلا بدي كل واحد فيكم يعبي سطر واحد. إيش المهارة اللي عندي؟ إيش الشغلات اللي بتسعدني؟ شو الفرص المتاحة عندي؟ إيش الشغف الموجود عندي؟ شو الخدمة اللي ممكن أقدمها اللي هي فيها فائدة عالية الناس ممكن يدفعوا لي
بدأ. وقف المشاركة. واحد وعشرين حضور، ما شاء الله ما شاء الله، كسرت ال شو بسموه العدد القياسي. أهلا أهلا، مين أول مرة بيحضرنا؟ عبير فايدك. مين كمان؟ أنا عبير. مساء الخير. هلا. أنا مش أول مرة بحضر، بس أنا منقطعة. ما في عبير ثانية حابة أحكي لك. أوكي بهيك أوكي. أهلا عبير وأهلا عبير. رايا كمان أهلا أهلا. كمان أهلا أهلا أهلا. طيب مين عبا؟ يلا حطونا بالتشات إيش النقاط اللي حكينا عنها، إيش المهارة، السعادة، الفرص، الشغف، الخدمة، حطونيها بالتشات بالله. يلا فرجوني مين أول واحد. ما حد اشتغل على التمرين؟ شو أنت جايين تسوي هنا؟ بس تسجيل حضور؟ هاي نسوي مشاركة مرة تانية. يلا هاي مشاركة. مهارة، إيش المهارة اللي عندي واشتغلت عليها؟ شو السعادة؟ كمان بدي أسوي لكم شغلة تانية غير هذول. هاي بالتوضيح، إيش المهارة تعلمتها على مر السنين؟ إيش اللي بجيب لي سعادة؟ شو الفرص المتاحة لي حالياً؟ إيش بحب أعمل بدون ما أتعب؟ شو الخدمات المدفوعة اللي ممكن أقدمها؟ حلو. لأنا اكتبي مهارة هيك، سعادة هيك. نروح على انت جايين بس حضور. الفرص المتاحة ممكن تكون ان انا عندي تواجد نشط على السوشيال ميديا مثلا، ممكن يكون يعني هاي واحدة منهم. حلو. المهارة تصميم هويات، حلو. السعادة مساعدة الآخرين، ممتاز. مهارة الاتصال والتواصل، ممتاز. يسرع، إيش الفرق بين الاتصال والتواصل؟ سعادة مساعدة الآخرين، الفرص، العمل التطوعي. لا الفرص مش عمل تطوعي، الفرص إنه إيش في شغلات موجودة لإلك ممكن تساعدك. الشغف، العمل الإبداعي، الخدمة، التعليم، ممتاز. الفرص، استشارات وتدريب، هاي الخدمة الاستشارات والتدريب. الفرص هي الأوبورتيونيتيز اللي بتساعدكم بالوصول للي بدكم إياه. يعني أنا ممكن أبيع الخدمة تبعتي على السوشيال ميديا، فالسوشيال ميديا هي الفرصة. ممكن أبيع الخدمة تبعتي عشان عندي إيميل داتابيس كبيرة، فأنا عندي بيانات على الإيميل 5000 شخص، فهاي فرصة إن أوصل لهم بكبسة زر، فهاي هي الفرصة. فالفرص هي اللي حتوصلكم لبيع الخدمات، ممتاز. مشارك في الأعمال التطوعية، صح يسرى، صح صح صح. إدارة المشاريع، public speaking، سعادة، خدمة مجتمع، الفرص، علاقات، النتورك برضو، شكرا. النتورك هي الفرصة، فيكون أنا عندي نتورك، حلقة معارف كبيرة، هاي فرصة لإلي، ممتاز ممتاز. هلأ معلش المعلقة وقعت. هلأ بحس إنه فهمنا التمرين، فالتسلسل. في ناس بحكي لك أنا ما بعرف إيش ممكن أقدم للناس بخدمات مدفوعة، فعشان أوصل لفكرة الخدمات المدفوعة لازم أمشي بالتسلسل هذا عشان أعرف إيش ممكن أنا أبيع. شكرا. إليفيتر بيتش. إليفيتر بيتش كنا عارفين، بس عشان في ناس جداد هنعيد مرة تانية. إليفيتر بيتش إني أنا صدفت إني أنا بالمصعد طالع للشركة،
تبعتي اللي بشتغل فيها أو شركة جديدة. وأنا في المصعد اكتشفت أنه في معاي بالمصعد شخص مهم صانع قرار، فهو طلع علي عشان أنا أقدم عشان أنا أقدم نفسي بطريقة مميزة ما ينساني هذا الشخص. لازم أتعلم الستركشور تبع الإليفيتر بيتش، مين أنا، شو القيمة المضافة، كيف ممكن أساعده. طيب سويناها بطريقة جديدة، حاب أشارك معكم بطريقة جديدة. أنا بساعد مين عشان يعملوا بهالطريقة؟ أنا بساعد مين؟ فأنا بساعد مين؟ هاي مهمة جدا. هلأ مين اللي هم؟ لازم أنا الجمهور تبعي يكون نيتش. لا معلش قبل ما نوصل هنا خلينا أبدأ أحط هذيك أول شيء. إيش يعني نيتش؟ يعني إيش إيش أنا الموضوع اللي بيهمني هو التسويق. طيب ننزل كمان شوي لتحت. طب إيش هو مجال عملي؟ صناعة المحتوى الرقمي. طب ننزل كمان شوي لتحت. إيش هو التخصص؟ فهو إنشاء محتوى صفحات الهبوط لغرض البيع. إيش مكتوب غرض البيع ولا إيش مكتوب؟ لزيادة المبيعات. أوكي؟ فأنا بقدر أعمل صفحة هبوط أسسها وأحط المحتوى تبعها على أساس أجذب ناس وتزيد المبيعات. فهذا تخصص كتير، ولازم كان أكتب هون كمان لمين. يعني أنا بعمل هاي الشغلة لمين. فمن هنا باجي موضوع أنه أنا بساعد مؤسسي المشاريع الريادية. إيش بساعدهم؟ اللي يعملوا إيش؟ يحققوا النمو على المنصات الرقمية. كيف؟ بأي طريقة؟ من خلال بناء استراتيجيات قمع المبيعات. أوكي؟ فهاي التعريف تبعنا مهم أنه نحفظه نتدرب عليه، لأنه لما نتدرب عليه لمدة 5 دقائق يومياً راح نكتشف أنه لما يجي الوقت ونعرف عن حالنا راح تطلع بثقة وراح تركز، راح الشخص المتلقي راح يتذكرها، أنه لما تيجي الفرصة راح يتذكرني أنا. ندالي شراب بساعد سيدات المشاريع الصغيرة في تسويق منتجاتهم من خلال السوشيال ميديا لزيادة مبيعاتهم. ممتاز. يلا أنا لانا مدربة في ريادة الأعمال بساعد الشباب على تأسيس مشاريعهم الريادية وتطويرها وتسويقها من خلال تدريبات متخصصة. رائع. فأنا إيش عم بعمل وبساعد مين للوصول إلى إيش من خلال إيش؟ فلازم أنا أوصل هدول الناس لمكان أنا بحللهم المشكلة تبعتهم، لما نقول لهم من هنا إلى هون من خلال الخدمة تبعتي اللي هي هاي اللي أنا بقدمها. كل ما كانت متخصصة أكثر كل ما كانت أفضل، كل ما كانت مفصلة أكثر. أنا هديل سيد أحمد، مصممة علامات استراتيجية، بساعد المصممين الشركات وكل من هو مهتم ببناء العلامة التجارية بتطوير هويات بصرية من خلال أعمالي والمحتوى المقدم في المحاضرات وورش العمل. رائع رائع ما شاء الله عليكم. يعني اليوم أبهرتوني. أولاً الحضور تاريخي 22 لهلأ، يعني بيجوا ناس ولا بيتركوا. والحضور ممتاز وكمان التمارين ممتازة، فرائع. أنا منتصر أساعد المؤسسات الصحية والمستشفيات داتا أناليتكس زيادة الربح والإنتاجية عن طريق الداتا. ممتاز. بس منتصر هنا بدك تحط المسمى الوظيفي تبعك. أنا منتصر وإيش المسمى الوظيفي؟ أنا اسمك دادي، بساعد على تصميم محتوى رقمي وهيك بتزيد من انتشارك على مواقع التواصل من خلال الكيو آر كود. رائع حلو. هلأ في شغلة كمرة نشرت عنها، أنه بيحكي لك أنه إذا أنت رايح على مؤتمر، فالمؤتمر أنه إحنا نبدل البزنس كارد مش براكتيكال. فبيحكي لك إيش بتسوي، بتفتح الموبايل وبتروح على مثلاً اللينكدإن، كبسنا على اللينكدإن، وبتروح على البحث، كبسنا على البحث، وهنا كيو آر كود. فبيفتح هو الكاميرا، بيسوي سكان للكيو آر كود، راح يشوف حسابك وبيبعت طلب صداقة أمامك. فهاي شغلة حلوة. وممكن كمان الكيو آر كود هذا
تصوره وتحطه في كصوره بدل ما يبحث كذا، خلص تصوره سكرين شوت وصير انت تحطه للناس تفتح، بس اول ما تفتح الموبايل هاي الصوره بسوي عليها سكان. فممكن لللينكد ان هو اللينكد ان افضل شيء. في ناس بيحكوا لك واتساب كمان، انه انا لا ليش ما اعطيه الواتساب رقمي مباشر. حسب، انا ايثار فرجات مدربه في مجال التمكين السياسي، اساعد المشاركين في اداره حملاتهم كسب التأييد واقدم الاستشارات لهم فيها، اقوم بالتنسيق الاعلامي للحملات. ما شاء الله عليكم، رائع جدا، كمل. حكينا عن موضوع التخصص اللي هو النيتش، سب نيتش اكشلي، لانه هون في عندنا الموضوع، هون المجال العمل، هون التخصص. فهاي الامور مهمه لنا. يسرى صبيحات مدربة في مجال التعليم التفاعلي، وساعد معلمي المرحلة في بناء مشاريع صغيرة من خلال برنامج ستيم. رائع. طيب هلأ اكتبوا لي بتشات ثلاث شغلات، ايش الموضوع تبعكم، بعدين ايش مجال العمل، بعدين شو التخصص. ثلاث شغلات، موضوع، مجال العمل، التخصص. يلا الموضوع، مجال العمل، التخصص. هو لازم كان هذه قبل الإيفيتر بيتش، فهو التسويق، بعدين التسويق، بعدين الترويج، بعدين ممكن مثلا بناء صفحة هبوط، مثلا صفحة لاندنج بيج. حلو. دعاء، دعاء في البوست تبع اللينكدين اللي شغال عليه اليوم، راح احطك كمثال عن المشروع تبعك. التسويق، تحليل وسائل التواصل، إدارة الحملات الإعلامية، ممتاز. الموضوع هو STEM teaching، لا التعليم، تربية. هلأ الموضوع إناس، التعليم رح يكون الموضوع، بعدين مجال عمل STEM teaching، بعدين التخصص تربية موهوبين ومبدعين، إيش زي هيك، معلش إحنا بدنا نضلنا تفاصيل أكتر. تمكين، لا تمكين سياسي، لا تخطيط للحملات، لا إدارة الحملات كسب التأييد. هلا الموضوع ممكن يكون سياسة، موضوع سياسة، بعدين حملات انتخابية، بعدين إدارة حملات كسب التأييد. فهو سياسة، بعدين حملات، بعدين إدارة حملات كسب التأييد. Data Analytics Healthcare، Data Analytics Healthcare Dashboard، آه ممكن، يس. التصميم، بعدين تصميم جرافيكي، حلو. تدريب، مجال عمل، تأسيس شركات، التخصص. آه حلو، رائع جدا لنا. أوكي رائع، كمل. هذا الموقع اسمه personalvalue.es، شايفينه مكتوب عندكم ولا لا؟ حطه بالشات. اوكي personalvalue.es، بنروح عليه وبنختار هذول، هاي القيم والمبادئ. ففي قيم ومبادئ اللي هو التأكيد، الصحة، الثراء، الثقة، المتعة، ففي كتير شغلات. فنختار على الأقل 10، بعدين بضل يسألنا بين كل واحدة وواحدة، بالآخر رح يعطينا قائمة مبادئ مهمة لنا حسب اختياراتنا بترتيب حسب الأهمية. فالرقم واحد بكل أهم. هذا الموضوع كله عشان نعرف نتعرف على بعض صفات القوة عندنا، بعض المبادئ المهمة لنا بحياتنا، عشان تساعدنا بالحصول على إيش الخدمة المدفوعة اللي ممكن أقدمها للناس. فبنصحكم برضو بهذا الموضوع،
ونشوف ايش القيم الموجوده. فكل ادخل على الموقع هلا، ندخل مع بعض، شو رايكم ندخل مع بعض؟ ستوب شيرينج، شير، لا لحظه شوي. طلعوا شو بدنا نعمل. دخلنا على الموقع، هاي دخلت على الموقع ستارت تيست، هاي التيست بحكي لي اختار على الاقل 10، ممكن اختارهم كلهم بس انا بدي على الاقل 10. فايش هذه؟ كنترول سيكيورتي بيس، اعطيني هيلث، اعطيني هاي، اعطيني كرياتيفيتي. اوكي صاروا انفلونس لاب فاميلي يونيفرسيتي. اوكي فهلا انا اخترت الشغلات اللي انا بديها. كونتينيو، راح يسالني بدك مين مهم لك اكثر، الصحة ولا السلام؟ اعطيني السلام. مين مهم لك، الصحة ولا الفاينانشال ستابيليتي؟ لا الصحة. التراست ولا فاينانشال ستابيليتي؟ لا تراست. تراست ولا هيلث؟ لا اعطيني هيلث. كرياتيفيتي ولا فاينانشال ستابيليتي؟ اعطيني كرياتيفيتي. تراست ولا كرياتيفيتي؟ مش عارف. كوريوسيتي ولا فاينانشال ستابيليتي؟ لا بدي الفاينانشال ستابيليتي. كورج ولا كوريوسيتي؟ اعطيني كورج. كورج ولا فاينانشال ستابيليتي؟ عندي تهور انا شويه. يعطيني كرياتيفيتي، يعطيني ريبيتيشن، خلينا ريبيتيشن 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 كلنا هوا. ريسبكت 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 ريسبكت. بعدين يعطيني اوثوريتي، يعطيني اوثوريتي 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 اوثوريتي. يعطيني هيلث، اعطيني هون، اعطيني هون، اعطيني هون، اعطيني هون. اوكي اعطيني هيلث. اوكي كورج فاميلي. طيب خلص تبحني. forgiveness trust، يلا مش مشكلة بسامحكم كلكم. ديني trust، ديني trust، ديني ethics ethics. يلا يا زلمة تبحني. حلو. فهلا هاي هي المبادئ اللي أنا بهم على بتهمني بحسب الترتيب حسب الأهمية. فأنا بهمني الethics، التسامح، الصراحة، الفاميلي، الاحترام، وهذا الاشي المهم لنا. اوكي ايش انتو كتبتم؟ ممتاز ممتاز ممتاز. وحبيت انه حدا سأل ايش هو الموقع، حدا تاني لانا العظيمة كتبت ايش هو الموقع. شكرا جزيلا. فهذا بالنسبة الى هذا التمرين. وشايفين كيف انه هاي التمارين مهمة عشان نتعرف على حالنا اكتر واكتر واكتر. ها هي المنصات الاجتماعية. انا usually 44 I'm not gonna go through صراحة لانه انتو عارفين هذا الموضوع. اوكي الانطباع الاولي الرقمي على LinkedIn للناس الجداد هم ثلاثة. الانطباع الأولي لما أنا أشوف شخص لأول مرة رح يأخذ عني انطباع أولي من إيش لابس، شو بحكي، لغة الجسد، شغلات بالسوشيال ميديا، من ثلاث شغلات خصوصا على LinkedIn، من الاسم، من العنوان الحساب، ومن الصورة. فهدول الثلاثة ببساطتهم مهمين إنه انتكتكهم بطريقة رائعة جدا.
فبحكي لكم بالنسبة للاسم مثلا، ما تستخدم الإيميل، ما تحطش اسم مزيف، لا تستخدم اسم شركة، استخدم بس حروف ويكون اسم الحقيقي، هذا مهم. ففارس الظلام وهالشغلات هذه بتمشيش على اللينكدين. الشغلة الثانية اللي هو ممكن كمان في خاصية اني انا اسجل صوت، حاطين خاصية عشان الناس يعرفوا كيف يتهجوا اسمنا، خصوصا الاسماء الاجنبية. فمثلا الاسم العربي للانجليزي، اسمي مش كيلود، اسمي خالد مثلا، انا بحكي خالد. هاي 30 ثانية ممكن في ناس بيستخدموها للتعريف عن نفسهم، بحطوا الاليفيتر بيتش، الجملة التعريفية عنهم اللي حكيناها قبل شوي، انا شو بعمل وكيف بس مين بساعد وكيف بساعد من خلال كيف. هاي الجملة التعريفية ممكن احطها انا بال30 ثانية. شو كمان، فايش اللي ممكن احطه؟ انا ممكن احكي اول شيء التحية، مرحبا انا اسمي خالد الاحمد، هاي الخبرة تبعتي، هاي الميزة المضافة الموجودة عندي. الصورة الشخصية، في ناس كاتبين انصح به بين عمر خاطر بسهل على طلبة رسل. ممتاز، اوكي اوكي، رائع جدا. صورة شخصية لازم تكون مربعة الشكل، بس الرأس مش الجسم كله. بعدين بحكي لكم انه اكون لابس نفس زي الشغل اللي انا بطمح اشتغل فيه، او نفس بيئة العمل، الشركات او المسميات الوظيفه اللي انا فيها. اذا كنت انا مثلا ببنك لازم يكون بدله، فاذا كنت انا مثلا بستارت اب يكون شيء كاجوال او سمارت كاجوال. تجنب الخلفيات المشتته، فتجنب الخلفيات المشتته، صوره الراس، ابتسامه كبيره، زي ملائم لبيئه العمل. في كمان نصيحه جديده انه اسوي تلت للصوره، هذه بيعطيني شويه هيك ايدج باختلاف الصور الأخرى الموجودة على منصة لينكدإن. العنوان التعريفي اللي هو الهيدلاين، باي ديفولت لينكدإن بحط آخر مسمى وظيفي بالهيدلاين، ولكن بحكي لكم إنه ممكن إحنا نشارك المقدمة التعريفية عنا، شارك إشي شخصي مثلا، ركز على العميل أكثر، تجنب استخدام المصطلحات الصعبة الجارجون. فبنحكي احنا ثلاث شغلات، مسمى وظيفي، ايش المسمى الوظيفي تبعي، ايش بعض الكلمات المفتاحيه اللي انا حاب حسابي يطلع كنتيجه لما الناس تبحث عنها باللينكد ان او الجوجل، ايش القيمه المضافه اللي انا ممكن اقدمها للناس. مثال سوشيال ميديا سينيور مانجر، برضو انا بسوي جروث ماركتر مثلا، و I help startup grow online in the first year. فهاي الجملة التعريفية عني، فهي ثلاث أجزاء. ممكن في ناس بيكونوا حاطين بس job titles، فممكن يكون مثلا social media manager، consultant، trainer، author، يعني. فإحنا بنضل نغير فيها قبل ما إحنا نشوف إنه أنا نصيحتي مني لكم إيش بسوي، بأخذ المسمى الوظيفي تبعي أو أي شخص أنا شغال على الحساب تبعه، بعمل بحث باللينكد إن وبشوف الحسابات لنفس المسمى الوظيفي كيف الناس بيستخدموها وشو عم يستخدموه، ممكن أستلهم بعض الأفكار من هذا ومن هذا ومن هذا ومن هذا، واطلع بالجملة التعريفية تبعتي، الهيدلاين تبعي. بالنسبة لللينكد إن حكينا بيشتغل زي هيك، 1% بيكونوا صناع محتوى، 9% مشاركي أو متفاعلين مع المحتوى، و90% فقط متلقي المحتوى. فهاي شغلة مهمة جدا، أوكي؟ نعرفها. فعنا على اللينكدين 4 أنواع، في عنا الناشر وهذا نشط، ولكن للأسف هذول بس 1%. يعني المتفاعلين هذول 9%. في عنا المتربصين، هدول بكونوا نشطين ولكن بالتلقي مش بالتفاعل، مش مبادرين، فهدول متربصين وهدول 30%. المزهريات هدول نسيوا انه عندهم حساب على اللينكدين، هدول 60%. اوكي هي المواصفات الجيدة مرحلة الحساب. لا ضيفونا العزيز
في عندنا محاضرة على اللينكد إن موجود هذا الموضوع. الحساب المؤسسات على اللينكد إن، ما هي المواصفات الجيدة لممارسات أداء. فالموضوع بده شوي تحضير، وإذا بتبعت لي على الواتساب ببعت لك رابط المحاضرة المسجلة لهذا الموضوع. طيب بالنسبة لأنواع الحسابات على اللينكدين، في عندنا أول إشي الناشر 1%. كيف نعرف إنه يعني ليش أنا لازم أعرف إيش أنواع هدول الحسابات؟ لأنه لما باجي على حساب أي شخص مش نفس التواصل بضبط مع كل أنواع الحسابات. كل نوع حساب له نوع تواصل مختلف، فعشان أنا أعلي من قيمة أو من فرصة إنهم يجاوبوني أو يقبلوا طلب التعارف لازم أفهم إيش نوع الحساب. فأول نوع إذا كان ناشر معناته حسابه بيكون كامل متكامل مزين بضوي فايروالز. هاي واحد بنروح على قسم الأكتيفيتيز الأنشطة وبنشوف إنه ناشر، إحنا المعيار تبعنا 30 يوم أو أقل، فبنشوف إنه نشر بوست خلال أقل من 30 يوم معناته هذا شخص نشط وناشر. بنشوف لما نروح على بدنا ستوب هنا أفرجيكم على أرض الواقع، وباجي هون بسوي شير مرة تانية. خلينا نروح على حساب شخص، حساب خالد. فمثلا باجي عند خالد البروفايل، فهنا في كفر فوتو، في صورة، في عنده هيدلاين، في عنده حاط هاشتاجز، حاط سيرفيسز، معناته هذا ممتاز. ممكن يكون ناشر، ممكن يكون متفاعل، فممكن يكون تبع 1% أو ممكن يكون تبع 9%. كيف ممكن أعرف؟ بروح على قسم الأكتيفيتيز قسم الأنشطة، فباجي هنا بطلع على شغلتين. في عنا all activities معناته رح يبين النشر والتفاعل، وفي عنا post رح يبين فقط النشر. فهنا ببين التفاعل، هيو خالد like this، فهي أول تفاعل. هنا هاي تاني تفاعل، هنا سوى كمان تعليق، هاي ثالث تفاعل، كله هذا اليوم. هون برضو نشر، هاي رابع، هاي خام يعني. فخالد هنا نشط بالتفاعل. طيب هل خالد نشط بالنشر؟ فباجي هون وبشوف خالد نشر هذا قبل 7 ساعات. طيب وهيو نشر كمان قبل 7 ساعات، وهيو قبل 13 ساعة، وقبل يوم يومين. فأنا هنا راح أحكي إنه خالد ناشر، خالد ناشر لأنه بنشر وبتفاعل، ولكن أنا بهمني النشر، فراح أحطه في خانة الناشرين. أوكي طيب هذا إيش بسوي؟ أنا باجي عند خالد، this is what I do. لما أجي عند خالد هنا وبشوف إنه ناشر وناشر بشكل نشط، وخلص سهلة جدا سهلة. أول شيء باجي وبتفاعل، فباجي هنا وبحط تفاعل إنه مثلا كليك على هذه، باجي بشوف إنه خالد هنا نزل مثلا موضوع مهم، بقرأ التعليقات بشوف أنا كيف ممكن أدخل في هذا الموضوع. هون بدور على شغلة بس يعني مثال يعني، فممكن إني أنا أترك تعليق متعوب عليه، فأنا ببحث عن المحتوى اللي بدي أعلق عليه وبنترك له تعليق انه يعني محرز. فهلا ايش بسوي؟ 3-4 حركات على محتوى خالد، فجأة خالد رح يشوف انه في حدا متفاعل معه بشكل متكرر، فرح يتذكرني. وبعد 2-3 يومين بروح ببعت رسالة لخالد، بروح لخالد وببعت طلب صداقة مع رسالة، والرسالة ببين كمان شوي بنحكي فيها بالتفاصيل تبعتها. اوه ماي جاد اليوم احنا تأخرنا. طيب بالنسبة للشخص المتفاعل بستخدم حسابه على أساس أشوف نوع التفاعل تبعه، مع مين بتفاعل، بأي وقت بتفاعل، إيش المواضيع بتفاعل فيها، تفاعله قصير أو طويل، هو بيحكي إشي اجتماعي ولا بحط تفاعل طويل ومحادثة وبأخذ وبيعطي. هذا كله بيعطيني indication لما أتواصل معه على طلب التعارف، أبعت له رسالة بعرف هو شخص موجز
ولا شخص بيحب يحكي وايش المواضيع اللي بحب يحكي فيها. فلما لما بعرف هاي المعلومات كلها بتساعدني كيف ابعث له طلب الصداقه او طلب التعرف. طيب هذا الشخص متلقي فقط، هذا الشخص متلقي، التفاعل معه ممكن يزبط ممكن لا، مش تفاعل قصدي التواصل بعد طلب صداقة له ممكن يزبط ولا لا. بس قبل ما أبعتها بروح بشوف، بستخدم حسابه للبحث، بروح بشوف إذا عنده حاط الإيميل تبعه، حاط الموبايل، حاط حسابات الاجتماعية الأخرى، بحاول أعرف وين متواجد أكثر شيء، وببعت طلب الصداقة. بس هيكون 50-50، مش هتكون نسبة كبيرة زي أول شخصيتين. شخصية الرابعة انسى اتواصل معه على اللينكد ان، بستخدم حسابه فقط لأغراض البحث. اوكي، هذا الموضوع مش مهم. أنواع المحتوى، معلش ركزوا معي هنا، قربنا نخلص، كنا 5 دقائق ونخلص. في إشي اسمه أنواع المحتوى، في شيء اسمه أشكال المحتوى. أنواع شيء ضمني وأشكال شيء خارجي. طيب أشكال المحتوى، محتوى النصي، فهون المحتوى النصي التقليدي هو هذا نفسه. هي هنا شايفين شو الفرق صار هنا، لأن المحتوى النصي بيحكي لكم العقل process المحتوى المرئي 60,000 مرة أسرع من المحتوى النصي. فمعناته لازم المحتوى النصي أشتغل عليه، ما أحطه أنزله بالطريقة التقليدية، أنزله بالطريقة هذه. إيش هي الطريقة هذه؟ واحد بسموه بالإنجليزي use white spaces، يعني استخدم الفراغات، أي واحد. 2، ما أكتب السطر كله، ما أخذ حيز السطر كله، لا نص السطر، فأخلي الجمل تبعتي قصيرة. 3، أستخدم بعض التنقيط بالإيموجي، خلال الإيموجيز، فصار هنا محفز للقراءة أفضل من الشكل التقليدي. بالنسبة للصورة أني أستخدم شغلتين، إما عواطف، في عواطف بينه من خلال الوجه، أو أستخدم حركة وأنا عم بتحرك عم بعمل شغلة أفضل من البوزنج. بالنسبة للصور، بالنسبة للفيديو، الفيديو دائما أكبر نسبة مشاهدة للفيديوهات بتكون من أول ثواني وبعدين بصير ضرب. فهذا معناته إيش؟ إني أنا بدي أركز على أول ثواني. فشو بعمل؟ بروح بأخذ، أنتم ممكن لاحظتوها بفيديوهات اليوتيوب، إنه أهم جملة بالفيديو بحطها بأول الفيديو على أساس إنها تكون هوك وخاطف، تجذب الناس إنهم يضلهم يشوفوا الفيديو. بودكاست إشي جديد، وبنصح أي حدا يدخل في هذا المجال، لأنه راح يدخلنا على شريحة مختلفة من الجمهور، يبني لنا مجتمع مخلص للمحتوى تبعنا. في عنا رسالة على تشات. أيوة جماعتنا، الكاروسيل. هلأ بنصح اللي متواجد على الانستغرام وعلى اللينكد إن من خلال كانفا، هاي عملتها بكانفا، فبعمل أنا التصميم بسميه كاروسيل، وموجود بكانفا انستغرام كاروسيل، اللي هو ملتيبل فوتوز. الانستغرام باخذ 10 بس ماكسيمم، اللينكدين باخذ غير محدود. فبسوي التصميم وبحط المحتوى والتصميم كل شيء، ولما بعمل له حفظ سيف بنزله بشكل صور عشان احطه على الانستغرام، وبشكل نفسه بشكل PDF على اساس احطه على اللينكدين، لانه بالPDF بصير نفس الكاروسيل اللي هو سوايب. على الانستغرام هذا افضل نوع بوست حكينا على الانستغرام، لانه بصير اكثر من حركه، اكثر من تفاعل على نفس البوست، فبيحسب الخوارزميه انه في تفاعل عالي، فبيزيد النشر الطبيعي تبعها. بالنسبه للانستغرام كاروسيل على البوستات، الستوريز مهمين، والريلز كل ما رفعنا نسبه نشر الريلز على حسابنا كل ما اجانا جمهور جديد بشكل سريع. هي ملف PDF تبع اللينكدين حكينا عنه. الاستفتاء البول مهم على اللينكدين وعلى تويتر، لينكدين وتويتر بجيب تفاعل كويس. التويتر ثريد على المحتوى النصي من خلال تويتر ثريد على تويتر بجيب برضو تفاعل ممتاز. أنواع المحتوى حكينا أشكال، هلأ أنواع. فأنواع المحتوى، في عندنا النوع المحتوى الترفيهي،
اللي هو عطلة، مقاطع فيديو، نكات، ميمز، كاركاتير، ألغاز، مسابقات. وهذا بيعتمد على البراند تبعك. في بعض البراندات ما بتقدر تستخدم هيك نوع من المحتوى أو بشكل مبسط جدا، فبنا ندير بالنا بهذا الموضوع. طيب إيش نوع تاني؟ المحتوى الملهم. فأنا ممكن ما أستخدم ترفيهي، أستخدم ملهم، اقتباسات، حقائق، قصص شخصية، تعريف بالموظفين أو العملاء. محتوى تعليمي، هذا أهم محتوى لإلي، أنا بحبه وبعشقه، لأنه هذا أنا دخلت طلعت من البراند تبعي لمجال العمل تبعي، فأنا هنا عم بعطي قيمة في مجال عام. المحتوى التعليمي ببني السمعة الرقمية وقيادة الفكر، وبساعدنا بالبيع على المدى الطويل، بصير الفرص العمل تيجي لإلنا لأن إحنا أثبتنا حالنا في هذا المجال. مشاركة مقالات مفيدة، نصائح والحيل، بحوث مجال العمل، دراسة الحالة، تدريب مباشر بالفيديو. المحتوى المحادثة، الأسئلة، إملاء الفراغ، قم بالتعليق على هذه الصورة، استطلاعات الرأي. ومحتوى التواصل خلف الكواليس، أنا بدي أفرجيهم، بدي أعطي الجمهور والمتابعين زي كأنهم الـ VIP وفرجيهم خلف الكواليس إحنا شو عم نعمل، تقييمات العملاء، وهذا بسوي كونكشن قوي بيني وبين المجتمع تبعي. محتوى ترويجي اللي هو تقييمات العملاء، ندوات عبر الإنترنت، منتجات، الخصومات، الخدمات. أوكي، وهاي لزنامة المحتوى من خلال أداة اسمها Airtable. فهذه الأداة رائعة، هي almost زي سوبر جوجل شيت. فباجي هون أنا وبختار إيش نوع الكولم يكون، وهذا كله كستمايز، أنا هيك سويته كله كستمايزد، سويته بالطريقة هذه. وفي بروسس إنه بنحط أول شيء العناوين إيش بدنا نكتب، بعدين بيجي الكونتنت رايتر بيعبيهم، بعدين بيجي الديزاينر بيرفع الصور. إيش نوع المحتوى؟ ثلاث أنواع: educational, promotional وsocial. إيش نوع الفايل أو البوست؟ في بول، ثريد، كاروسيل. هينزل وين؟ على كل السوشيال ميديا. إيش الفايل، الملف اللي هنرفعه؟ وفي approval system. فهذا اسمه Airtable، وفي استخدام مجاني واستخدام مدفوع. أنا so far كل هذا مجاني. أوكي، هذا الحلو فيه إنه بشتغل مع الفريق، هذا الملف للفريق كله، كلنا بنشوف بعض ونشتغل معها على هذا الموضوع، ونعمل تاج إشارة لبعض، فبنحط آت خالد رح يوصلني إيميل إن أنا في حدا حكى معي هنا. طيب برضو مهم إن أنا يكون عندي قائمة بكل الفعاليات المحلية والعالمية وفعاليات الشركة، أحطها كل شهر أنا قبل ما أبدأ أعرف بالضبط الشهر هذا شو هي الفعاليات اللي راح تيجي، عشان أعرف كيف أحضر لها من خلال المحتوى تبعنا. آخر شيء، هاي استراتيجية للمؤتمرات. إذا في مؤتمر عندي أنا للعلامة التجارية تبعتي، إحنا مثلا في عندنا مؤتمرات قوية، فبحكي لكم إنه ممكن طلعنا على 8 زمن، فممكن نعمل زي استراتيجية أسوي حط تفاصيل المؤتمر هنا، وبعدين بسوي إشي اسمه بري إيفنت، فشو الخطوات اللي بدي أعملها قبل الفعالية، هاي عشان يكون في بروسس والتيم والفريق عارف بالضبط إيش رح نعمل قبل الفعالية، شو رح نعمل خلال الفعالية، وشو رح نعمل بعد الفعالية. لما يكون هذا كله مكتوب وجاهز، مين مكان أعضاء الفريق خلاص عارفين إيش رح يعمل. في أونر لكل حركة، بنجتمع نحكي رح نعمل 1 2 3 4، مين الأونر، مين الأونر، وكذا انتهى الموضوع. قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. شكرا، يعطيكم العافية، شكرا لحضوركم الجميل اليوم، كان ما شاء الله عليكم شيء قوي جدا. هلا بيفرق عن تريلو، لأنه هو عبارة زي كأنه يعني جوجل شيت، زي كأنه إكسل بس بطريقة أقوى كتير. أهلا وسهلا بضيوفنا اليوم، إن شاء الله تكونوا انبسطوا، أنا كتير مبسوط من عدد الحضور، وإن شاء الله يزيد أكتر وأكتر وأكتر. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.